يقول: حجيت في سنة من السنوات ولكن لم أطف طواف الوداع، وذلك لجهل مني، ماذا يلزمني الآن؟ إذا حج ولم يطف طواف الوداع فإنه يكون تاركا لواجب من واجبات الحج، فيكون عليه فدية، وهي أن يذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. وإن كان لا يستطيع ذبح الشاة لفقره فإنه يصوم 10 أيام، وإذا كان يستطيع ذبح الشاة ولكنه لا يستطيع الوصول إلى مكة لبعده عنها أو تعذر سفره إليها فإنه يوكل من ينوب عنه في ذبح هذه الفدية في مكة وفي توزيعها على فقراء الحرم. نعم.